يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أخواني، هذه النخلة اللي كنا نتحدث عنها، هذه النخلة العام السابق وقبلها من الأعوام عمرها 8 سنوات وصل ولم تثمر عندي. نصحون الأخوة اللي أصحاب النخيل إنه إزالة الرواكيب زلتهن وإزالة كثير من الفسائل، يعني العش مالها ما بقيت بيه بس هاي الفسائل لين أحتاجهن بقيتهن، البقية كلهن شلتهن زين، وشلت كل الرواكيب، هذين رواكيب جدد هسه طلع، يعني كان ما بيها أي راكوب زين، حتى هذا شوف مكان راكوب قديم شلت وسمدتها تسميد ما شاء الله عضوي غزير زين. هاي طبعا زارعينها كنا فجل دار مدار الحوض، والحمد لله السنة طلعت طلاعتين، هاي طلاعة لقحناها وهذيك الطلاعة الثانية. بعض الأخوة قال هذا الصنف هو يتأخر وقسم قال سوق الرواكيب. أخوان، أنا زارعها عندي أقربائي بنفس الوقت زرعناها جيراننا، هم عندهم أبد ما مثمرة زين، زال الرواكيب وعمرها بقد عمره، يعني احنا استثنينا الآن مسألة العمر لأنه احنا نفس العمر، واستثنينا مسألة سبب الرواكيب والفسائل لأنه هو زايل ما بيها لا راكوب ولا فسيلة وما أثمرت عنده. إذن من العامل المؤثر الثالث؟ التسميد. التسميد، فحتى يعني نكون احنا منطقيين بكلامنا يعني وواقعيين وأدلتنا موجودة إن شاء الله زين. وحتى شوف يعني عندي دي شجرة الزيتون، يعني هذا صنف راقي جايني يعني سابقا عمرها تقريبا فوق 50 سنة، هذه أنا قصيت مالتها العروق اللي متجهة نحو هذا البناء والعروق اللي متجهة نحو ذاك البناء ومنه يعني ما إلها أي مجال للتسميد زين. هاي السنة الثالثة عندي لم تثمر، السنة إن شاء الله راح أفتح لها ذاك المجال منك وأخليه مكان للتسميد إلها، هذاك المتر من التراب راح أخليه إلها مكان للتسميد، وراح إن شاء الله نشاهد معا كمية الإزهار والإثمار اللي راح يصير بيها زين، والحمد لله رب العالمين.